السلام عليكم، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ديال اليوم. كما شفتوا في العنوان وكما شفتوا حتى في المينياتور، اليوم غادي يكون فلوغ ولا فيديو ديال الخريجه. غادي نخرجكم معايا شحال هذه، صراحه ما درت لكم لي فلوغ. غادي تكونوا توحشوا معايا لي فلوغ، توحشوا معايا الاجواء وشحال هذه، وانتم باغيين ندير لكم لي فلوغ. واليوم ان شاء الله كتب انا ندير لكم فلوغ، حيت اصلا ما كنخرجش بزاف غير الدار وصافي، هذا مكان مهم. واخيرا غادي ندير فلوغ، عرفتوا متحمسه بزاف بزاف بزاف. المهم لقيتوني دابا باغا نخرج انا وماما، يلا غادي نصايب وجهي، عرفتوا راه مشى الحال، تعطلت بزاف بزاف وباقي خصني نقي ضفاري، عاد صبغت دابا بغيت نقي هنايا الجناب وهذا، عرفتوا راه تعطلت بزاف بزاف. غادي نمشي دابا ندير الماكياج ديالي وكلشي، عاد من بعد غادي نمشي نطرق ماما باش نمشيو عند جدة حيت بغينا نشوفوها. وعندي لكم واحد المفاجأة اللي غادي نوريها لكم من بعد، غادي نقول لكم شنو اللي كاين وهذا. غادي نتلاقى واحد السيدة غادي تجيب لي واحد الكوموند، غادي نوريها لكم نشاركها معكم وبزاف ديال الحوايج. المهم بلا ما نحرق عليكم المفاجأة، دابا غادي نمشي نوجد راسي وكلشي وابخي نرجع لكم وصافي. هذا مكان، ها نتوما معايا، بقاو معايا حتى نوجد راسي وكلشي ونرجع لكم. هاي البنات، المهم لبست حوايجي وكلشي، باقي لي غير العكر. المهم درت الماكياج ديالي، ها نتوما خدمت هنايا بالغوزي والماسكارا وتراسيت حجباني. العكر غادي ندير هاد الكخايون هذا اللي جاي في المارون، وغادي ندير معاه هاد الكلوس هذا من الفوق. تهيت اليوم شي حاجه اللي فيها اللمعه وهذا وصافي. هذا ما كان نقيت الصباغه ديالي ودرت الخاتم ديالي، ها هو ها نتوما. خديت واحد اخر ديال النقره، ها نتوما باش نبدا نديرو ديما. ما بغيتش نبدا ندير هذاك ديال الذهب ديالي، غادي ما عرفتش غادي تكرفص ليا. صافي قلت لهم نشري واحد سامبل ديال النقره وحمقني هذا، شوفوا كيجي سامبل وانيق بزاف بزاف، شوفوا واعر واعر، انا جادوغ حمقني. صافي درت هاد السنسله هذه ديالي، ها هي وصافي. لبست حوايجي، انا دابا غادي نقلب لكم الكاميرا ونوريكم شنو اللي لبست، ونوري لكم الساك اويلي، ونوري لكم الساك اللي غادي ندي معايا حيت راه تعطلت فريمون، تعطلت بزاف بزاف. ونوريكم الساك اللي غادي ندي معايا اللي غادي نهز، غادي نهز داك الساك البيض اللي كنت خديت ديك الساعه من بلي ملال، انا غادي نوريه لكم دابا. دابا غادي ندور لكم الكاميرا نوريكم اللبسه كيف دايره. ها نتوما يا البنات، هذا هو الساك ديالي اللي غادي ندي، هذا البيض هذا اللي كنت خديت ديك ساعتين من بلي ملال، ها هو راه بالسميطه ديالو، ولكن بغيت انا نهزو غير بحال هكا سامبل حيت لابسه اصلا اللبسه ديالي لابسها كلاس. ها نتوما طبيعة الحال ضروري من ديدرات، وغادي ندي معايا كاع داكشي اللي غادي يخص هاد الساك هذا اللي بغيت ندي معايا لكم ماما وكاع داك التخربيق. المهم غادي نجمعو في هاد الساك هذا. دابا غادي نوريكم اللبسه البنات، اللبسه. المهم سمحوا لي على الاضاءه، ما شعلتش لكم الرينغ لايت ولكن غير سمحوا لي وصافي. المهم درت هاد الشال هذا في الباج نضادر، ولبست هاد الفيست هذه في الحمراء، وهاد الساك هذا ها كيف كيجي هكا غادي نهزو، ولبست سروال واسع ومع هاد السنيديله هادي ترجلي صبغتهم بالبيض. ها نتوما نحاول نوريكم الاضاءه، ما بيناش لكم مزيان ولكن مهم كوميم. وهذه هي اللبسه ديالنا، الا لقيت كيفاش تصورني ماما راه غادي تصورني ونوريكم اللبسه، ما لقيتش كيفاش هذا جهد. مهم ها نتوما معايا. يا البنات دابا درت العكاكير ديالي ودابا واجدين باش نخرجوا. مهم هزيت الساك ديالي ويلا باش نخرجوا، يلا معايا. Thank you.
السلام عليكم. مهم كما شفتوا هذه هي التتمه ديال الفلوغ. كما شفتوا مشينا عند جده، المهم شاركت معكم غير شي حوايج، ما بغيتش ندخل بزاف في التفاصيل وهذا، حيت راكم عارفين ملي كتكوني جالسه مع العائله ماشي بحال، كيكونوا بزاف ديال الحوايج، المهم كاينين شي حوايج خصوصيه. المهم دابا جيت باش نكمل لكم التتمه ديال الفلوغ، بغيت نوريكم شي حوايج اللي شريتهم وقلت نشاركهم معكم. المهم هالحوايج اللي شريتهم ها هما، وهذيك المفاجاه اللي قلت لكم غادي نخليها حتى الاخر ديال الفيديو، غادي نشاركها معكم. غادي نشارك معكم دابا الحوايج اللي خديتهم فاش كنت طالعه من عند جده، دزت عند مول الماكياج وبانوا لي عنده شي حوايج اللي عجبوني، صافي قلت علاش لا ما ناخذهمش ونشاركهم حتى مع البنات هنايا. دزت عند مول 5 دراهم هو الاول، عاد دزت عند مول الماكياج. مهم مشيت عند مول 5 دراهم نشوفو جاب شي حاجه جديده، ولكن لقيتو ما جاب حتى شي حاجه اللي جديده، ولكن جاب هاد الجوج هادو، هاد الحنه هادي، وقلت علاش لما ناخذهمش ونجربهم، واخا ما كنعرفش نقشو هذا، ولكن غادي نخليهم شي نهاراتي تجي شي نقاشه ولا شي حاجه وتنقش ليا بهم. مهم هاد الحمراء هادي ها هي سميتها اروى، غادي نحاول نحلها لكم تشوفوا. كتجي معها شي برا، دابا كتجي هاد اللعيبه هادي بحال شكل ديال الدونتيفريس، وكتجي معها هاد اللعيبه هادي كتحلي دابا هنايا وكديري هاد اللعيبه هادي صافي، وكتحيدي هادي ثاني ها هي هاد الثانيه هادي صافي، وكتبقي تحني وصافي هذا ما كان. المهم هادي بحال الشكل ديال هادي، نيت هاد الكحله هادي، هادو خديتهم ب5 دراهم صراحه زوينين، وقلت نيت نخليهم. ها نتوما خديت نيت هاد الكحله هادي، هادي سميتها نجوى، هادي اروى هادي نجوى. ها نتوما صافي خديت هاد الجوج هادو ب5 دراهم. من بعد غادي نجي لكم دابا داكشي اللي خديت من عند مول الماكياج. اول حاجه غادي نوريها لكم اللي هي خديتها من عنده، اللي هي هاد البينيتانت هذا، ها هو ها هو هذا، خديته ب20 درهم. كيفاش كيجي؟ مهم عندي صراحه واحد اخر باقي ما تسالاش ليا، ولكن بقى فيه غير شويه، وعندي واحد اخر ثاني داك اللي كيطبع في البلاصه، ما كتجي فين دمجيه تلقايه مطبع ديك الوقيته، هذا باين ما ثقيلش. ها نتوما شوفوا، غادي ندير لكم هنايا، ها نتوما هاني غندمج، شوفوا شوفوا على اللوين كيعطي داك الغوزي البارد، الغوزي الزوين ما كيطبعش بتاتا، وهادشي باش عجبني وخديته من عنده. هذا خديته ب20 درهم ها هو. من بعد خديت من عنده هاد الجيل هذا اللي شفتو بزاف ديال اليوتيوبر كيهضروا عليه بالنسبه للحجبان، بغيتيش دير الصابون للحجبان زعما وتمشطيهم يكونوا عاديين وتراسيهم ولا شي حاجه، كديري هاد الجيل هذا ها هو، كيجي هو بحال الشكل ديال الجيل، وكديري حتى لهاد البيبي هيرز هادو اللي بالنسبه للبنات اللي ما كيديروش الزيف، اللي كيديروا راستا ولا بلا راستا بلا حتى شي حاجه، بغيتي غير ديري دوك اللعيبه ديال البيبي هيرز كتمشطيه بهم، ولا كديرهم حتى الحجبان، انا خديتهم على حسب الحجبان. ها نتوما كيف كيجي، المهم راه حاولت حليته هنايا، عرفتوا ريحته يا البنات واعره بحال الشكل ديال الفواكه، بحال الشكل ديال ناري، بحال الشكل ديال الفواكه، بحال الشكل ديال الفريز، المهم بحال داك الشكل. المهم ها نتوما هو كيتلاصق، المهم هنايا الله نصبت العشاء، شوف التصويره، المهم كيف كيجي واعر يا البنات، وعرفتو راه يطول لكم يضرب لكم شحال واعر، وريحته غزاله بزاف بزاف بحال الريحه ديال الفريز، المهم بحال داك الشكل. ها نتوما شوفوا ها كيف كيجي، الا بغيتو تسكريني وتديو بحالو ولا شي حاجه ها هو صافي. هذا خديته ب25 درهم، نيت ها هو الثمن ديالو مكتوب هنايا 25 درهم، زوين صراحه. ومن بعد عندنا واحد الحاجه اللي كتسولوني عليها بزاف بزاف بزاف، كتقولوا لي هبه منين خديتيهم ولا منين كتاخديهم، اللي هما لي لونتي ديالك منين كتاخديهم اولا لا مارك اللي كتاخديهم منها. كاينه وحده خديتها بواحد الماركه اخرى ما عقلتش، اللي هي في الكري، الكري قدره الكري تضل تقريبا 2 عامين اللي كتبقى خلاص كتحافظي عليهم، كتاخدي لهم الماء ديالهم راه كاين عندي وكلشي، كتحافظي عليهم وكلشي، ديتهم ب360 درهم، يعني كيبقاو لك 2 عامين وزوينين وما كيضروا ما كيحرقوا، واعرين والشكل ديالهم واعرين، راه غادي تكونوا لاحظتوا هذوك الكري اللي كندير بزاف، هذوك اللي واعرين وما كيضروا لا عين لا حتى شي حاجه، زعما شي حاجه اللي واعره
وهادو تا هما شي حاجه اللي واعره ولكن ناقصين شويه على الثمن. ها هي لا مارك ديالهم، ها هي خديتهم في الخضر، ها نتوما هادو خديتهم ب 130 درهم واعرين صراحه. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني يقولوا لي زعما شحال هادو كيبقاو، هادو كيبقاو 12 شهر، ولكن حتى هادو واعرين صراحه كنرتاح فيهم. هاد لا مارك هادي اصلا اللي كناخذ كنرتاح فيهم في عينيا، زعما كنحرك عينيا وهذا بحال ما كتحسوا براسكم بحال ما دايرينش كاع لي لونتي. جاوبتكم بالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي ملي كتاخدي لي لونتي ديالك واش من لا مارك وهذا، المهم ها هي. والثمن زعما بالنسبه لي انا جد مناسب، حيت صراحه كنحمق على شي حاجه سميتهم لي لونتي كنحمق عليهم صراحه. دابا غادي نجيو لواحد الحاجه اللي غادي تعجبكم بزاف 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 بزاف، اللي بغيت نشاركها معكم، اللي واحد البنت من هنايا من ازيلال كدير مشروع، يلاه بدات، الله يوفقها يا ربي والله يسهل عليها، يلاه بدات وقلت علاش لا ما نشاركش معكم هادشي اللي كدير، وحتى حنايا ما ندعموهاش وكلشي. مهم كدير شي حوايج اللي زوينين بزاف بزاف، اللي هما انا غادي نوريهم لكم دابا، اللي هما هاد لي زاكسيسوار هادو. كاين هاد البراسلي هذا، ها هو، وكاين ثاني هاد البراسلي هذا اللي كيجي سامبل. هاد البراسلي هذا بهذيك اللعيبه ديالو باش كتحليه وكتفيكسيه في اليد وصافي كتمشي، ثاني كيبقى مفيكسي حتى وقت ما بغيتي تحليه صافي كتحليه ثاني كتحيديه. وكاينه ثاني هاد السنيسله هذه اللي حمقاتني، جادوغ جادوغ جادوغ، الكاليتي ديال السلعه ديالها زوينه وعندها داكشي اللي كدير زوين، وكما كتشوفوا الحاجه في الصوره كما كتوصلكم ماشي من داك النوع اللي كتشوفي الصوره حاجه ملي كتجي كتوصلك الحاجه كتلقاي شي حاجه اللي مختلفه. وبالنسبه للكاليتي ديالهم راه داك شو سميتو 3D اللي كيقولوا لهم، يقدر 3D يقدر اللي كيقولوا لهم، الكاليتي ديالهم ما كيتبدلش لهم اللون، غير ما توصلوش لهم الريحه ولا جافيل. بحال دابا ملي تبغيو تشقاو حيدوهم، ولا ملي تبغيو تبداو ديروا الريحه ديروا الريحه هو الاول عاد باش ديروا البراسليات، حيت الريحه راه معروفه كيما بغى يكون البراسلي كتضرب البراسلي اولا الخاتم اولا الطونغ اولا السنسله كتضربهم صافي كتحيد لهم اللون ديالهم، ما كيبقاش اللون الطبيعي. دابا غادي نوريكم هاد شو سميتو هاد الدباج هادو، عنده داكشي واعر بزاف بزاف، وما عرفتش صراحه واش كدير لا ليفغيزون جميع المدن، والله ما نكذب عليكم، ولكن عنده داكشي زوين بالنسبه للبنات ديال ازيلال. غير سيروا يا البنات سولوا فيها، راه غادي نحط لكم النمره ديالها لتحت في لا باغ دانفو والانستغرام ديالها في التحت، سيروا دخلوا عندها وشوفوا لي زارتيك اللي عنده داكشي عندها، واو يا البنات داكشي عندها زوين وبثمن جد 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 مناسب، داكشي واعر. ودابا غادي نبداو باول حاجه. المهم انا خديت هاد البراسليات هادو في الاحمر، ما خديتهمش في الذهبي. ها نتوما هاد البراسلي هذا اللي كيجي على هاد الشكل هذا، ها نتوما كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. المهم راه فيه واحد الكتبه هنايا، ما عرفتش غادي تكون كتبان لكم، ها نتوما ديال 3 دي يقدر، ما عرفتش كيقولوا لها هادي واش 3 دي ولا. المهم باش ما كان راه غادي نسولها وغادي نكتب لكم هنايا. المهم واعرين بزاف بزاف، وانا راه بقيت تقريبا شي يومين درتهم عاد باش جيت شاركتهم معكم، ماشي غير جيت وكنهضر بحال هكا وصافي. زعما راه زوينين بزاف بزاف بزاف، انا حمقوني وعندها الكاليتي داكشي واعر. انا غادي نحاول نديرو هنايا باش تشوفوا. ها نتوما يا البنات من بعد ما لبستو كلشي، شوفوا 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 ناري شحال واعر، خطير بزاف بزاف، كيجي زوين بزاف بزاف في اليد. ها نتوما شوفوا كيجي خطير في اليد وزوين صراحه، وفي القياس ديالي جابتو ليا النيشان صراحه، حيت عندي بحال هذا الشكل هذا ولكن عندي صغارين، يلاه كيبقاو ليا هنا ما كيدخلوش. شوف واعرين بزاف بزاف، انا بعدا جادوغ حمقني. دابا غادي نحاول انني ندير لكم البراسلي الثاني. المهم البراسلي الثاني حتى هو اللي حمقني بزاف بزاف، شوفوا كيجي واعر، ها نتوما شوفوا كي كيجي كيجي خطير بزاف بزاف. المهم سمحوا لي مع الاضاءه، ها نتوما شوفوا واعر بزاف بزاف، وفي هاد اللعيبه هادي باش تحليه بحال هكا وكتخليه صافي كديريه في يديك، من بعد صافي تتقدي شغلك باش ما يطيح لك ما تشي حاجه، من بعد منين كتقدي شغلك صافي كتحليه ثاني وكتحيديه وكلشي. دابا غادي نديرو لكم في اليد هذا، شوفوا يا البنات هذا ثاني بلاتي اضاءه، ها نتوما شوفوا كيف كيجي، ها نتوما كيجي خطير بزاف بزاف بزاف، شوفوا
كيجي في اليد واعر، انا حمقني جادوغ صراحه. ها انتم شوف حمقوني بالاخص في اليد، الا دار هذا مع هذا غادي يجيو خطيرين بزاف بزاف، غادي يجيو واعرين. غادي نحط لكم جميع المعلومات ديالها في لاباغ دانفو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الانستغرام راه غادي نحط لكم حتى نمرتها الا بغيتو تتواصلوا معاها في الواتساب وتهضروا معاها وكلشي، وسولوها واش كدير لا ليفغيزون. انا غادي نسولها، والله ما نكذب عليكم، غادي نسولها نقولها واش كدير لا ليفغيزون، باش ما كان غادي نكتبوا لكم هنا فيديو غادي نقول لكم واش كدير لا ليفغيزون ولا ما كديرش لا ليفغيزون. المهم باش ما كان غادي نقول لكم، المهم عندها داكشي واعر. وبالنسبه للاثمنه جد مناسبه، غير لواحد القضيه بلي راه هي خديتها بفلوسي، خديت هادشي كامل بفلوسي، زعما ماشي غير اشهار ولا، بالعكس واخدهم بفلوسي، ولكن عجبتني الفكره وعجبني داكشي اللي كدير صراحه. علاش لا، بحال هاد المواضيع هادو ما نشجعوش بعضياتنا ونوريو بعضياتنا، بالعكس انا كيعجبني بحال هاد الشكل هذا، ندعموا بعضياتنا، وكلشي اللي كيدير شي حاجه زوينه ندعموا بعضياتنا فيها، وكلشي وكل واحد الله يسهل عليه يا ربي يا ربي يا ربي. دابا غادي نجي لكم الحاجه اللي واعره حمقاتني، اللي هي السنسله. ها نتوما نحاول نوري لكم، شوفوا ها هي، نحاول نحلها، شوفوا ها هي. ها نتوما يا البنات، من بعد ما درتها في عنقي وكلشي غادي نحاول نوريها لكم. ها نتوما شو كي كتجي، كتجي واعره بزاف بزاف. شوفوا نحاول نقرب لكم، شوفوا كتجي طويله لهذا الحد. ولا بغيتو تقصروها ولا شي حاجه ديروها، ديروها نتوما بحال هكا. ها نتوما كتجي واعره بزاف بزاف العنق. انا بعدا جادوغ حمقاتني، ما يمكنش ما يمكنش شحال واعره عندها داكشي واعر بزاف يا البنات. بالناس ديال ازيلال اللي يدخلوا عندها، ولا البنات ديال ازيلال دخلوا عندها وشوفوا داكشي اللي عندها، فريمون غادي يعجبكم. زوين داكشي اللي عندها، خدي راسك، وعندها حتى ماكن ديال الرجال، يعني تقدري تاخدي راجلك ولا خطيبك، وتقدري تاخدي الخوك ولا باك ولا اي واحد بغيتي تاخدي ليه، وتقدري تاخديه حتى كوم كادو شي واحد، شي واحد عزيز عليك ولا شي صاحبتك عزيزه عليك ولا شي حاجه. هذا داكشي خطير بزاف بزاف. المهم راه المعلومات ديالها غادي نحطهم لكم في لاباغ دانفو، دخلوا عندها وشوفوا داكشي اللي عندها وقولوا لي رايكم. فريمون غادي يعجبكم داكشي، وقولوا ليها بلي راه جينا من طرف هبه باش نقص لكم. قولوا ليها غير نتوما راه جينا من طرف هبه، كونوا على يقين بلي راه غادي تنقص لكم. هذا هو الفيديو ديالنا، شاركت معكم داكشي اللي خديت، وشاركت معكم حتى هاد لي زاكسسوار هادو. دخلوا شجعوا البنت ونشجعوا بعضياتنا، وهذا وصافي هذا ما كان. وحاولت هكا نوع لكم بحال هكا من الفيديوهات باش ما يجيكمش حتى نتوما الملل. وصافي هذا ما كان، هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. نضرب لكم موعد الفيديو الجاي ان شاء الله، غادي نقول لكم بسلامة عليكم، تهلاو ليا فلوسكم حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. كنبغيكم بزاف، بسلامة، باي باي.